لدينا مراحل تنقل العامل من منزله الى مقر عمله المنزل محطه انطلاق الحافله محطه الانطلاق محطه وصول الحافله محطه الوصول اخيرا مقر العمل يخرج العامل من منزله على الساعة السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة متجها نحو محطة الانطلاق سيرا على قدميه مدة خمسة عشر دقيقة مدة سير الحافلة من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول يساوي ستة وثلاثون دقيقة بعد نزوله من الحافلة يتجه العامل إلى مقر عمله مدة زمنية معينة ليصل إلى مقر العمل على الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة لنجد مدة سير العامل من محطة وصول الحافلة إلى مقر العمل يجب أن نعرف أولا ساعة وصول الحافلة بالتالي يجب معرفة ساعة انطلاق الحافلة نبحث أولا عن ساعه وصول العامل الى محطه انطلاق الحافله فنجمع ساعه خروجه من المنزل اي الساعه السادسه وخمسه وثلاثون دقيقه مع مده سيره من المنزل إلى محطة انطلاق الحافلة أي مع خمسة عشر دقيقة ثم نجمع ننجز العملية عموديا نفصل جيدا بين الساعات والدقائق ستة ساعات مع صفر ساعات تساوي ستة ساعات و خمسة مع خمسة عشرة واحد مع ثلاثة مع واحد خمسة، إذا ساعة وصول العامل إلى المحطة ستكون على الساعة السادسة وخمسون دقيقة، نعلم أن الحافلة تنطلق بانتظام كل نصف ساعة ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة مساء، بالتالي ساعة انطلاق الحافلة ستكون على الساعة السابعة صباحا. إذا ساعة وصولها إلى محطة الوصول ستكون على الساعة السابعة وستة وثلاثون دقيقة إذا يمكننا إيجاد مدة سير العامل من محطة وصول الحافلة إلى مقر العمل فنحذف من ساعة وصوله إلى مقر العمل ساعة وصول الحافلة إلى محطة الوصول أي سبع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة إلا سبع ساعات و36 دقيقة ثم ننجز العملية عموديا سبع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة إلا سبع ساعات وستة وثلاثون دقيقة سبعة إلا سبعة صفر ساعات و خمسة إلا ستة لا أستطيع خمسة عشر إلا ستة تسعة وأربعة إلا أربعة صفر بالتالي مدة سير العامل من محطة وصول الحافلة إلى مقر العمل تساوي تسع دقائق نمر إلى السؤال الثاني سنبحث عن ساعة وصول العامل إلى مقر عمله إذا خرج من منزله متأخرا بخمسة عشر دقيقة عن ساعة خروجه المعتادة نبحث اولا عن ساعة وصول العامل الى محطة انطلاق الحافله يوم تاخره فنجمع ساعة خروجه المعتادة من المنزل اي الساعه السادسه و35 دقيقة مع مدة التأخر أي 15 دقيقة مع مدة سيره من محطة الوصول إلى مقر العمل أي 15 دقيقة نجمع عموديا 6 ساعات و35 دقيقة مع 15 دقيقة مع 15 دقيقة ستة ساعات مع صفر ساعات يساوي ستة ساعات خمسة مع خمسة مع خمسة خمسة عشر واحد مع ثلاثة مع واحد مع واحد يساوي ستة نلاحظ في النتيجة خمسة وستون دقيقة خمسة وستون أكبر من ستون إذا نطرح ستون من الدقائق ونضيف واحد في الساعات والنتيجة تصبح سبع ساعات وخمس دقائق، إذا ساعة وصول العامل إلى محطة الانطلاق يوم تأخره ستكون على الساعة السابعة وخمس دقائق، إذا هو لن يلتحق بحافلة السابعة صباحا، بالتالي ساعة انطلاق الحافلة، يوم تأخر العامل، ستكون على الساعه السابعه وثلاثون دقيقه اخيرا ساعه وصول العامل الى مقر عمله يوم تاخره ستكون بجمع ساعة انطلاق الحافلة يوم تأخر العامل أي الساعة السابعة وثلاثون دقيقة، مع مدة سير الحافلة أي ستة وثلاثون دقيقة، مع مدة سير العامل من محطة الوصول إلى مقر العمل أي تسع دقائق، نجمع عموديا ونفصل جيدا بين الساعات والدقائق. سبع ساعات وثلاثون دقيقه مع سته وثلاثون دقيقه مع تسع دقائق يساوي سبع ساعات مع صفر ساعات يساوي سبع ساعات سته مع تسعه خمسه عشر واحد مع ثلاثه مع ثلاثه يساوي سبعه اذن خمسه وسبعون اكبر من ستون فيجب طرح ستون دقيقه من الدقائق واضافه واحد الى الساعات والنتيجه ثمانيه ساعات وخمسه عشر دقيقه اذا ساعه وصول العمل الى مقر عمله يوم تاخره ستكون على الساعه الثامنه وخمسه عشر دقيقه